في الخاص من أين انطلقت المثالثة ومن يقف خلف طرحها؟ تقرير لدنيز رحمي فخري. بدأ الكلام عن قانون انتخاب جديد وبرز المشروع الأرثوذكسي، فوقف من يحذر من المثالثة. أول إشارة في شأن المثالثة ظهرت من فرنسا أيام الحوار اللبناني في سل سانكلو. ب 13 تموز 2007 الساعة 7:15 عشية، ما بقدر بنسى التاريخ، كنا رايحين نحن كوفد على اجتماعات سل سانكلو بفرنسا، وكان اجتماعات بدها تكون نهار عيد الوطن الفرنسي ب 14 تموز. وصل دوفريج إلى باريس واستدعي على عجل إلى منزل إحدى الصحفيات للقاء السفير الفرنسي الذي كان مكلفا حينها بالملفين السوري والإيراني ومنطقة الشرق الأوسط. قال للحقيقة ما كنا عم نفتش عليك، كنا عم نفتش على الوزير مروان حمادي بصفته هو رح يكون أول المتكلمين غدا في سل سانكلو، ضروري بالخطاب يلي بده يلقيه بالأول بالكلمة يشدد على تطبيق اتفاق الطائف بحذافيره، وخاصة بما يخص المناصفة في لبنان. لم يكن الطائف وما ينص عليه هو موضوع الحوار في سل سانكلو، بل تخفيف الاحتقان الذي كان سائدا حينها في لبنان هو الهدف، تفاديا للوصول إلى لغة السلاح. فاستغرب دوفريج الطلب وسأل عن السبب. بتفز الصحفية بتقول هو ما رح يحكي أنا رح بحكي، غطت طيارته لسعادة السفير ساعة 3:30 من طهران. قال السلطات الإيرانية بتقول أنه يوما ما سلاح حزب الله ما رح يكون بقى ضرورة، ولازم من هلأ نلاقي شو نقدر نعطيهم في لبنان حتى يكون عندهم قوة سياسية أكبر وحضور أكثر. والإيرانية وقتها اقترحوا عليه المثالثة في لبنان. تحدث الوزير حميدي في أول جلسة وأصر على التمسك بالطائف والمناصفة، وترافق ذلك مع مطالبة وزير الخارجية الفرنسية راعي الحوار برنار كوشنير بتسجيل هذا الموقف في محضر الجلسات. لم يعترض أحد المشاركين على ذلك، ومن بينهم ممثلا حزب الله الوزير محمد فنيش والنائب نواف الموسوي الذي لم يكن نائبا حينها. لكن وفي اليوم الثاني وقبل الجلسة الختامية غير الموسوي رأيه ورفض وضع محضر للاجتماع. بظن انه العالم اللي عم تسمعنا بتفهم منيح شو صار وليش ما عاد في محضر، حتى لو كانوا متفقين، بس فعلا لو كانوا مصرين على المناصفة مثل الطائف ما كان لازم يجوا يقولوا نحن كنا متفقين انه ما يكون في محضر. مخطط الوصول الى المثالثة انطلق اذن من ايران. حزب الله لم يقل حينها انه معها، لكنه لم يقل ايضا انه ضدها. الكلام كان في السر فاصبح في العلن.